كان اليوم نتناول فيه تصريحات رئيس حركة إيرا نائب البرلماني أحمد الصواب بنام الداع عبيدي، والتي اتهم بها النظام الحاكم في بريطانيا بأنه نظام تحكمه مجموعة من الأشخاص الذين اتهمهم بالعنصرية، ووصفه بالنظام الشبيه بنظام الأبارتايد العنصري في جنوب إفريقيا خلال عقود طبعا من القرن الماضي. هذه تصريحات أسالت الكثير من الحبر، وطبعا ردود وأفعال من قبل السياسيين ومن قبل ناشطين ومفكرين. بعضهم اتهم الرئيس بنام الداع العبيدي بالمتاجرة بالقضايا الحقوقية الوطنية. للوقوف على تصريحات الرئيس بنام الداع العبيدي بشكل مباشر وردود الأفعال عليها، نستضيف لكم في هذه الحلقة كل من النائب بنام الداع العبيدي من بروكسل. مساءكم سعيد الرئيس. سيكون معنا من العاصمة السنغالية دكار الصحفي حنفي ولد دها. إذا مساءكم سعيد زميل حنفي. مساءك سعيد، أهلا وسهلا. نعم، إذا كما تابعتم أعلن برامة طبعا الرئيس النائب البرلماني انسحابه من الحلقة. سيكون معي كذلك في الاستوديو الأستاذ داود الأحمد عيشة رئيس حزب نداء الوطن. مرحبا بكم. مرحبا.